لا، كان ارتفاع الأرباح كان بدعم قوي من مخزون العقود تحت التنفيذ اللي تزيد ولله الحمد قيمتها عن 2.5 مليار ريال، كانت مدعومة الحمد لله بعقود جديدة ووصلت تقريبا إلى 400 مليون ريال. ظهر بعض أثرها المالي في الربع الأول. طبعا توزيع هذا العقود والأرباح والإيرادات كانت متفاوتة بشكل مختلف بين وحدات الأعمال داخل الشركة، زي ما هو معروف أنه عندنا 6 وحدات أعمال سواء كان بنية تحتية، شبكات أو وحدات التطبيق والمنصات والأمن السيبراني، إضافة لمراكز البيانات وغيرها من الخدمات المدارة. كان برضو ولله الحمد دعم أرباح الشركة هو إضافة إلى بيع ما قيمته تقريبا 25% بيع 25% من ملكية الشركة في أسهم شركة إدارات. هذه الحمد لله حققت لنا مكاسب رأس مالية بقيمة 57 مليون ريال، والحمد لله ظهر أثرها المالي في الربع الأول. نعم دكتور عبد الله، يعني اليوم لو تحدثنا بالنسبة للشركات التابعة وعملية البيع التي قمتم بها مؤخرا، هل من خطط أيضا لعملية تخارج وعمليات بيع أخرى من شركات متوقعة خلال الفترة المقبلة؟ والله في الواقع احنا ما لم نتخرج، يعني من مثلا شركه ادارات ما كانت تخرج، لا زلنا نملك 30% من قيمتها. الحمد لله الشركه لديها استثمارات مختلفه وسبق الاعلان عنها في سوق المال، منها استثمارات في الذكاء الاصطناعي وزي ما هو معروف والتوجه المستقبلي للعالم، وكان استثمار في الاوبن اي اي والانثروبيك، واللي يستثمر فيها زي ما هو معروف واكبر شركات العالميه. الحمد لله عندنا في التوسع في المجال، وفي دراسات قائمة حاليا، ومجلس الإدارة قائم الآن بدراسة بعض الاستثمارات اللي ممكن تكون لها عائد جيد للشركة. يعني كم ترصدون تقريبا لهذه الاستثمارات المتوقعة بالفترة المقبلة؟ طبعا رصد مجلس الإدارة 4 مليون 40 مليون ريال استثمارات، استثمر جزء منها زي ما ذكرت قبل في الاي اي او الذكاء الصناعي في الشركتين الاوبن اي اي والانثروبيك. وطبعا دائما مجلس الاداره مجلس نشط ولله الحمد، دائما نراجع جميع استثمارات الشركه والمجالات الاكثر فيها فائده وعوائد للمساهمين ندخل فيها باذن الله. دكتور، بالنسبة لسياسة التوزيعات التي أعلنت عنها الشركة سابقا، ما الهدف من هذه السياسة الجديدة؟ وهل أنتم ملتزمون بها بالنسبة لمركزكم المالي؟ السيولة عندكم تسمح بالالتزام بهذه السياسة المعلن عنها؟ الحمد لله النظام او القائمه الماليه للشركه جيده، او المركز المالي للشركه جيد. تم عرض سياسه توزيع الارباح واوصي بها من مجلس الاداره، تقريبا 50% من الارباح صافيه بحيث تكون مرحليه سواء كان بشكل نصف سنوي او ربعي للعام المالي 24 24. سيتم عرضها باذن الله اليوم في المساء على الجمعيه العامه العاديه المقرر عقدها اليوم، وبالتالي بإذن الله بعد الموافقة أو الاعتماد من الجمعية سيتم العمل فيها بإذن الله. نعم دكتور عبد الله، يعني كما تحدثنا يعني في ظل توسعاتكم أيضا، يعني اليوم هذه التوسعات التي تقومون بها تعتمد بكل تأكيد يعني في ظل المتانة المالية لدى الشركة، لو تطلعنا على التفاصيل المتعلقة بالمركز المالي وأيضا بالنسبة للتوسعات هذه التي تحدثت ورصد هذه الأموال اليوم بالنسبة لمديونية الشركة إن كانت موجودة أيضا، تكاليف التمويل إلى أي مدى كان لها تأثير خلال العام الماضي وأيضا خلال الربع الأول؟ الحمد لله المركز المالي للشركة قيمة الأصول والخصوم تصل إلى أكثر من مليارين ريال سعودي، تمثل ولله الحمد نسبة حقوق المساهمين 18% تقريبا، والعائد على السهم ريالين و40 هللة تقريبا. طبعا توسعاتنا للمرحلة القادمة ولله الحمد يوجد خطط عندنا. احنا تعتبر نسبة الشركة للعقود في العقود الحكوميه تصل الى تقريبا 70%. المرحله القادمه احنا لدينا خطه باذن الله للتوسع في القطاع الخاص، اضافه لشركاتنا اللي تملكها الشركه وهي مثل شركه التميز الطبيه، شركه مايس باي، الشراء الان والدفع لاحق. كل هالشركات اللي تملكها الشركه سيكون لها دور باذن الله في التوسعات القادمه للشركه وتعزيز مركزها المالي والقيادي في السوق السعودي باذن الله. جميل دكتور، بالنسبة للعقود التي جئت على ذكرها بنسبة 400 مليون ريال، هذه حتى العام 2024، ماذا عن المتوقع للخطة الخمسية للشركة خاصة القطاع الحكومي، ما المتوقع من حصته بالنسبة للشركة؟
الحمد لله في زمام معروف واعلن، الحمد لله في عام 2023 كان عندنا قفزه كبيره في العقود، اللي ربحتها الشركه، وصلنا تقريبا الى 2.3 او مليارين و300 مليون ريال اجمالي عقود في 2023. احنا نطمح باذن الله ونتوقع بتوفيق من الله ان شاء الله بانه نزيد عن هالعقود بنسبه 15% واكثر. طبعا دائما نسبة العقود الحكومية تاخذ النسبة الأكبر. طموحنا زي ما ذكرت قبل قليل انه ندخل القطاع الخاص، والحمد لله احنا خلال الفترة اللي فاتت استطعنا دخول عدة قطاعات خاصة، وكان أثرها واضح في الربع الحالي والربع السابق، ومستمرين إن شاء الله في دخول القطاع الخاص بشكل أكبر بإذن الله. ونحن نشكرك الدكتور عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم.